السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا الكرام ومتابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فدام الصحة والعافية. متابعينا الكرام، عدنا إليكم مجددا بعروض بيم ديال يوم الجمعة 6 غشت 2021. العروض ديال هذا الأسبوع هذا ديال الجمعة ديال هذا الأسبوع هذا، بالنسبة لهاد العروض راه جهوية، غتكون في عدة جهات وعدة مدن. بقى معنا حتى الاخر متابعينا الافاضل باش تكتشفوا اش من مدن غيكونوا فيه، وباش تكتشفوا ان شاء الله ايضا جميع العروض. وقبل ما نبداو التقديم ديال هاد العروض متابعينا الكرام، كنبغيو نشكركم كما العاده على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم الزوينه، على المشاركه ديال التجارب ديالكم، فراه كتشاركونا دائما التجارب ديالكم وكنستافدوا معكم، وكيستافدوا واحد المجموعه من المتابعين اللي كيكونوا ناويين انهم يتقدموا المنتوجات. فالله يجزيكم بخير، شكرا جزيلا. لاول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام، يشتركوا في زر الجرس باش ما يفوتوا حتى ان شاء الله يبقى ديما يوصلوا الجديد. ايضا ما تنساوش تضغط على الزر ديال الاعجاب، فهاد الشيء راه كيشجعنا بزاف. واذا عندكم شي مقترحات متابعينا الكرام او شي تعليقات، شي حاجه عجبكم في القناه او شي حاجه ما عجبكمش، فشاركونا الاراء ديالكم، فراه كنقراو جميع التعليقات، كنحاولوا ما امكن اننا نجاوبوا على جميع التعليقات. وبلا ما نطولوا عليكم نبداو التقديم ديال هاد العروض متابعينا الكرام. كاين اول منتوج معنا واحد الفونتيلاتور 3 في 1، بالنسبه لهاد المروحه هادي فيها 3 ديال لي فيتاس، في الديمونسيون ديالها فيها 62 على 19 على 51.5، كما كتشوفوا معنا مروحه عندها الرجل كتوقف بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معنا. ايضا ممكن تخدموها كفونتيلاتور في الارض بهذه الطريقه هذه بهذا الاكسسوار هذا، وايضا ممكن تخدموها بهذا الاكسسوار تلصقوها في الحيط مثلا بحال المراوح ديال اللي كيكونوا في المساجد. بالنسبه لهذه من الشركه ديال الاسكا، والثمن ديالها راه داير الى 290 درهم، يعني 5800 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، وجاي بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد المظله شاطئيه باراسول دو بلاج، هذا الباراسول هذا في ديمونسيون ديالو 2 متر و40 على 2 متر و15، يعني باراسول كبير كما كتشوفوا معنا جاي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا متابعينا الكرام. بالنسبه للثمن ديال هذا راه داير 300 درهم 6000 ريال، وكما قلنا راه فيه 2 متر و40، يعني راه باراسول كبير. كاين ايضا معنا واحد الساك اما بليابل بالنسبه لهذه الحقيبه اللي كتطوى، جايه بهاد الزواقه هذه وبهذا الشكل هذا، فيها عده اشكال وعده زواقات ما ذكرينهمش هنايا، مبين لنا غير هاد اللوين هذا وهذا الديكور هذا. بالنسبه للثمن ديال هادي هاد الساك هذا راه داير 700 ريال 35 درهم، وكيتطوى بهاد الشكل هذا كما كتشوف معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا واحد الساك اما من التوب، هذا مصنوع من التوب كما كتشوفوا معنا، جاي بهاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصوره، وكيجي ايضا بهاد الشكيلات اللي كاين في هاد الدوائر، في هاد 4 الدوائر كيجي حتى بهاد الزواقات هادو او هاد الشكيلات هادو. بالنسبه لهذا راه داير 80 درهم كما كتشوف معنا، 1600 ريال 1600 ريال كما كتشوف معنا، والسكن بجوج راه كيبانو بهاد الشكل هذا اللي كتشوف معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد الخوذه ديال الدراجات، بالنسبه لهذه ديال الكبار، هذا الكاسك هذا ديال البيكالات او ديال الدراجات الهوائيه، بالنسبه لهذا راه كيجي بهذا الشكل هذا وكيجي بهذا اللوينات هذو اللي كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن هذا راه داير 100 درهم 2000 ريال. وكاين ايضا معنا واحد الخوذه ايضا ديال الدراجات الهوائيه او ديال المزلاجات، بالنسبه لهذو ديال الاطفال، بالنسبه لهادو ديال الاطفال جايين بهاد جوج لوينات اللي كتشوفوا معنا، وداير 60 درهم 1200 ريال 1200 كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا واحد المجموعه ديال الحمايه ديال الاطفال، الحمايه ديال الارجل، الحمايه ديال اليدين كما كتشوفوا معنا، جايين بهاد الشكل هذا وكيتركبوا بهاد الشكيلات اللي كتشوف في هاد الدوائر هادو كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، كيبانوا بوضوح.
جايين بجوج لوينات بالاحمر والازرق، هادو راه 6 د البياسات ب 60 درهم 1200 كما كتشوف معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا واحد التروتينات ديال الاطفال، بالنسبه لهذه ثلاثة ديال العجلات تروتينات صغيرة، بالنسبة لهذه من شركة ديال ايفو. الثمن كتجيب هاد اللوينات للوليدات والبنيتات كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبة للثمن راه دايره 5600 ريال 280 درهم، وكما كتشوفوا في الصور ديال الدراري وديال البنيتات. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد المقلات ديال الكريب، واحد كريبيير غوفيتمون اون غرانيت مغلفه بالغرانيت من امبيريال. بالنسبه لهاد المقلات هذه خاصه بالكريب، في الديمونسيون ديالها 26 سنتيم كما كتشوف معنا، جاي بهذا اللوين هذا اللي كيبان زوين. بالنسبه للثمن ديال هذه راه دايره 80 درهم 1600 ريال كما كتشوف معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا واحد الطنجره بغطاء، واحد مغميط اون غرانيت، بالنسبه لهذه مصنوعه من الجرانيت، الديامتر ديالها 28 سنتيم. هذه طنجره منخفضه الغطاء زجاجي من امبيريال كما كتشوف معنا، جايب هذا التشكيل هذا اللي كيبان زوين. هذه راه عريضه ومنخفضه، بالنسبه للثمن ديال هذه راه دايره 190 درهم 3800 ريال كما كتشوف معنا من الشركة ديال امبيريال. مرجو من السيدة المتابعات ديالنا اللي سبق لهم جربوا هاد الطنجرة او الطنجرات مشابهة من الشركة ديال امبيريال يشاركونا التجارب ديالهم نستفدوا جميعا. كاين ايضا معنا طنجرة اخرى بغطاء مرميت ايضا اون غرانيت فيها 20 سنتيم في الديامتر ديالها، بالنسبة لهذه راه عالية وغارقة ايضا من الشركة ديال امبيريال. كتجيب عدة الوان بيننا غير هاد اللوين هذا، وحتى المنخفضة راه كتجيب عدة الوان كما شفتوا معنا بيننا لوين واحد. بالنسبة لهذه اللي جاية عالية دايرة 3000 ريال 150 درهم ايضا من الشركة ديال امبيريال كما قلنا، وبجوجهم راه كيبانو بهذا الشكل هذا اللي زوين. كنعاودو تذكير اللي جرب هاد المنتوجات هادو سواء هاد الطناجر او هاد المقلات او اي منتوج عرضنا في هذا العرض هذا او في اي عرض يشاركنا التجربه ديالو ونستافدوا جميعا. الله يجازيكم بخير. بالنسبه للعروض ديال اليوم متابعينا الكرام هما هادو، كما تابعتوا معنا كانوا منتوجات خاصه بالشاطئ كما شفتوا المظله والحقائب ديال اليد، شفتوا معنا ايضا المروحيه 3 فواحات كما شفتوا معنا، كاين المعدات ديال اللاعب سواء الدراجات او كما شفتوا سواء المنتوجات ديال الحمايه ديال الدراجات او العجله ديال الاطفال او التروتينات كما شفتوا معنا، وايضا منتوجات خاصه بالمطبخ خاصه بالسيدات، مقلات ديال الكريب، طناجر وحده منخفضه وحده عاليه من امبيريال من الشركه ديال امبيريال. بالنسبه لهذه المنتوجات هذو متابعينا الكرام او هذا العرض هذا فراه غيكون ان شاء الله يوم الجمعه 6 أغسطس 2021، غيكون في عدة مدن من ضمنهم المحمدية، بوزنيقة والرباط، سلا والقنيطرة، تمارة وفاس ومكناس وطنجة كما تابعتو معنا، غيكونو في المحمدية وبوزنيقة والرباط، سلا والقنيطرة وتمارة وفاس ومكناس وطنجة، يعني المدن اللي شمال الدار البيضاء. نتمنو يكونو عجبوكم هاد العروض ونكونو قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة وتكونو استفدتو معنا. اللي اول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض ان شاء الله ويبقى ديما يوصلوا الجديد. ما تنساوش ايضا الضغط على الزر ديال الاعجاب، فهاد الشيء راه كيشجعنا بزاف وكيخلي الفيديو ينتشر ويستافدوا اكبر عدد من المتابعين المهتمين بهذا النوع ديال المحتوى. نتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام وفي ميزات اخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.